إعلاميون على منصة التكريم هنا في دار الأسد للثقافة والفنون في اللاذقية ضمن مهرجان ثقافي يقيمه فرع اتحاد الصحفيين. شكرا لاتحاد الصحفيين، يعني اليوم الصحفيين بظل كل هذه الظروف القاسية يعني لا زالوا يقدمون لأجل سوريا، هم يؤمنون بكل ما يقومون به خلال الفترة الماضية ولا زالوا يقدمون. طبعا هي مسيرة محبة، هي مسيرة عطاء لأجل هذا الوطن. طبعا كل المحبة وكل التحية لفرع اتحاد الصحفيين في اللاذقية، وكل عام وكل زملاء بألف خير. طبعا هذا التكريم يعني لنا الكثير، يعني أن هناك من يرصد ومن يتابع هذا الجهد الذي يقوم به الإعلاميين بهذه المحافظة وفي كل سوريا بشكل عام. هي في الحقيقة قيمة مضافة للصحفي، تحفيز له، هي جانب معنوي كبير يحفز الصحفي على بذل المزيد من الجهود على مضاعفة العمل، لأنه اليوم دور الصحفي عم يكبر ويتوسع في ظل هذه الظروف. احنا نتشكر اتحاد الصحفيين على هذه المبادرة الطيبة. نعم، هي بادرة طيبة وتكريم معنوي، أيا كان له أهمية كبيرة عند الصحفي المتقاعد، حيث نجد من يقول لنا شكرا على عطائكم وعملكم خلال مسيرة دامت ما ينوف عن 30 عاما. كانت فرصة كثير طيبة للاستماع إلى بعض تجارب الزملاء. الحفل كان مميز لهذا العام، تخللوا فقرات موسيقية، تخللوا قصائد شعرية، تخللوا قصص نثرية، وبيسعدني أن نقول كل عام والجميع بخير، ونشكر فرع الاتحاد لهاللفتة الكريمة، كما نتقدم بالشكر الجزيل لزملائنا اللي أنهوا خدماتهم وتقاعدوا وتكريمون. أكثر ناس لازم يتكرموا، لأني عم نشوف من تابع نحن عملهم على أرض الواقع، عم نتابع عملهم في وقت السلم وقت الحرب، وين ما احتجناهم منلاقيهم موجودين، فمن القلب بنقول لهم شكرا، يعني لازم نتشكرهم. من هذا الموقع أتوجه بالتحية لزملائي الذين تقاعدوا لهذا العام والذين قضوا في رحاب صاحبة الجلالة ما يزيد عن 3 عقود كانوا فيها حاملين للهم والوجع الوطني والمدافعين بكل ما أوتيوا عن أوجاع الناس وعن آلامهم. يشمل المهرجان معرضا فنيا تشكيليا ونشاطات فكرية وثقافية. بشارك بعمل واحد بعيد الصحفيين، بعمل واحد هذا العمل من مادة الزيتون، خشب الزيتون، المرأة اللي عم تحلم بالفضاء، الفضاء اللي بتعيشها هي كله أنسة، يعني أكثر من أنسة مشاركة ضمن عمل واحد بعلاقة جدلية، أنسة حلمت حققت الحلم، المرأة الثانية أو الأنسة الباقية عم تحلم بعالم آخر الخاصة فيها. عدد اللوحات 20 عمل، ومشاركين 9 فنانين من المحافظة على مستوى العالم، طبعا هالفنانين التشكيليين، فكل فنان شارك بلوحتين أو 3 لوحات وبيعبر كل لوحة عن حكاية. فأنا كانت أعمالي هي 3 أعمال، فأنا اشتغلت بالحرف العربي واختصيت بالحرف العربي، استخدمت خلفيات تجريدية ملونة، وكان بطل اللوحة هو الحرف العربي. يأتي المهرجان احتفاء بأعياد التشرينين، والتكريم حالة تقدير لجهود الإعلاميين القدامى والذين ما زالوا يؤدون واجبهم في تقديم الرسالة الإعلامية.